أهلا ومرحبا بكم مشاهدي شبكة المجد في هذا اللقاء. نحن هنا في ملتقى الجهات الخيرية في مكة المكرمة نتابع تفاصيل هذا المؤتمر الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش بمكة المكرمة بعنوان الشراكة المجتمعية ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030. فتعالوا بنا نتابع تفاصيل هذا الملتقى وما دار فيه من برامج وحوار وفعاليات متعددة. فأهلا وسهلا بكم. نحن هنا لجنة التنمية الاجتماعية بطحاء قريش ترحب بأي مشارك يريد أن يقدم، سوي لنا مجلس استشاري لهذا الموضوع ونطرح الأفكار. صدقوني ترى اللجنة ترحب بهذا الموضوع، ولكن بالطريقة تواصلوا، أنا مستعد أعطيكم رقم التواصل الخاص واللي عنده مبادرة، بس ترى ود الناس بالمبادرات الجميلة والمبادرات النوعية حتى يكون فيه قبول للفكرة من إدارة اللجنة. نحن هنا هذه الهدايا تقدم لضيوف المكتب وهي من مخرجات المكتب، عبارة عن الأدوات التقنية تستفيد منها الحاج والمعتمر ويستفيد منها الزائر. لجنة التنمية الاجتماعية بطحاء قريش عندنا مشاريع اجتماعية، وأيضا من المشاريع اللي تبنتها لجنة التنمية نادي مكة توست ماسترز. نادي مكة توست ماسترز من ضمن الأنشطة هي تضيف للشباب في ثلاث عوامل رئيسية يحتاجوها الشباب: التواصل، القيادة، الإلقاء والخطابة. وبفضل الله شاركنا أيضا لجنة التنمية وأكرمونا بهذه الزاوية أن نعرض أيضا على توست ماستر نادي مكة. الشرف لنا، الله يسلمك. أنتوا علامة بارزة في العمل التنموي. لابد أن توفر حد من المتطلبات التالية: تحقيق شراكة مجتمعية، رؤية مشتركة تجاه المشاريع محل الشراكة. طبعا أعتقد أنه لا يستطيع مثلا أنه يعني من حق القطاع الخاص أو الجهة المانحة أن يطلب منها لجنة التنمية الاجتماعية أو الجمعية أن يكون ضمن مساراتها، لأنه أيضا لابد أن يعني يعي الجميع بأنه القطاع الخاص أو المؤسسة المانحة لديها أيضا حدود معينة، لديها مجالس إدارات، لديها فيتحدد مساراته وفقا على ذلك أيضا يتم يعني حسابها ومحاسبتها إذا صح التعبير. اتفاق على الأهداف والاستراتيجيات، ثقة متبادلة. أنا أقول لكم من واقع تجربة الآن تزيد عن يعني عقد من الزمن، أنه بدأنا مع جمعيات ومع لجان مرة واحدة ثم قفلنا الباب، وهناك جمعيات إلى هذا اليوم من 10 سنوات من 2008 إلى 2019 ونحن نعمل معها. الثقة متبادلة، الوضوح في الصورة وإلى آخر، التقارير الشفافية، الأداء، لأنه البعض فقط يعتمد على الأرقام أنه كم رقم أنا أريد أن أحقق في التقرير الختامي. لا، هناك أيضا جهات تختلف تقول أنا أريد كيف يعني أحقق تنمية مستدامة وكيف أحقق أثر، وإن كان الآن دراسات الأثر في العالم بشكل يعني كبير غير واضحة المعالم، وهي قضية شائكة تحتاج أيضا إلى يعني مؤسسات ومؤسسات. تقاسم ووضوح في المسؤوليات، تواصل فعال، توثيق طبعا المؤتمر عرض فيه اليوم 8 جلسات علمية و4 ورش عمل.
كلها كانت تتحدث في ضوء 4 محاور أساسية ومهمة، أولها ما يتعلق بالشراكة المجتمعية، ضرورة دينية واجتماعية، وما يتعلق بالعمل التطوعي والشراكة المجتمعية، ما يتعلق بدور القطاع الحكومي مع القطاع غير الربحي في ضوء الشراكات المجتمعية، دور القطاع المانح، دور القطاع الخاص، دور المبادرات النوعية والمشتركة بين القطاعات فيما يتعلق بتفعيل نوعية الشراكة. كان هناك ورش عمل تحدثت عن الآليات والإجراءات، عن تنمية الموارد المالية في ضوء الشراكة المجتمعية، عن صناعة المبادرات النوعية في ضوء الشراكة المجتمعية، وكذلك كان هناك ما يتعلق بطرح نماذج وتجارب ناجحة في الشراكة المجتمعية. لذلك كان كل محاور الملتقى ومتحدثي الملتقى تم اختيارهم بعناية، فمنهم من هو في القطاع الخاص، ومنهم من هو في القطاع المانح فيما يتعلق بالمؤسسات المانحة، وهناك من هو في الجامعة، وهناك من هو في الجمعيات الخيرية، وهناك من هو خبير أصلا في الشراكات المجتمعية ويعمل من خلالها، وهناك بعض الجهات الممثل الجهات الوسيطة التي تساعد في تعظيم أثر القطاع غير الربحي. فلذلك تكاملت هذه الجهود لتحقيق هذا الهدف وهذا المخرج، اللي هو كيف نفعل شراكة مجتمعية مثمرة ولها عائد كبير على القطاع غير الربحي، ويمكن قياس أثرها في المستقبل إن شاء الله. نحن هنا، اليوم زي ما أنتوا شفتوا أنه في العمل التطوعي إحنا الحمد لله ستطلق بوابة العمل التطوعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وستجد جميع الأعمال التطوعية، الأسماء التطوعية والاحتياج التطوعي في هذه البوابة، تسهل عملية أن يكون العمل المناسب في الوقت المناسب للتحديد المناسب. أنا أعتقد أنها موجودة. أنا أجيب على سؤالك، الوزارة تسعى إلى الشراكات والمسؤوليات الاجتماعية لجميع شرائح المجتمع، ليس فقط يعني لرجال الأعمال، ولكن رجال المال ضروريين، رجال الخبرة ضروريين، رجال الفكر ضروريين. متى ما كان هناك حسينا المسؤولية الاجتماعية وصار هناك تنظيم لها، سيكون عملنا متميز ورائع لنحقق ما تصبو إليه الرؤية 2030، رؤية حكومتنا الطموحة. إن شاء الله أن يكون لدينا 1,000,000 متطوع، وأن يكون العمل الخيري عمل متقن ومتميز وملموس. لدينا جمعيات متخصصة تعنى بالحج، لدينا جمعيات صحية تعنى بالحج، لدينا في البوابة إن شاء الله وتطعيم العمل التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن، وسيكون هناك تنسيق كامل يعني ما بين وزارة الحج والجهات المعنية بالحج عبر هذه البوابة لتقديم المتطوعين في هذا المجال. بالعكس، ضيوف الرحمن هم ضيوف الجميع. أنت تعرف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعنى بأمور كثيرة، سواء العمالة الموسمية، سواء تقديم الإغاثة، تقديم الدعم. وأنا فخور أنه قدمنا تقريرنا للحج لهذا العام لسمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين، والسمو نائبي يوضح جميع ما قامت به الوزارة والجهات التي مرتبطة بالوزارة لضيوف الرحمن. نحن هنا، أيها الأخوة والأخوات الشركاء جميعا، إن من أهم التزامات رؤية المملكة 2030 هو تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الغير ربحي والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة. ولهذا فإننا نحرص على العمل على أن نعمل سويا على تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية للوصول إلى الاشتراك الفعال في عمليات التنمية الاجتماعية عن طريق تكامل الجهود واستغلال عوامل النجاح المتوفرة لبناء الثقة والاستثمار الأمثل وفق التخصصات والمجالات المتعددة لكل جهة من الجهات. نحن هنا، مكتب جياد يؤمن إيمان كامل بأن الشراكة المجتمعية
هي الأساس في نجاح العمل وتكامله وتعاونه. فلذلك المكتب يعني يولي هذا الجانب اهتمام كبير. فلدينا من فضل رب العالمين يعني 173 شراكة مجتمعية قبل هذا اللقاء، ونفذنا في هذا اللقاء على المسرح وأمام الحضور الكريم شراكتين، كانت الشراكة الأولى مع مركز التنمية بطحاء قريش، والشراكة الثانية مع مركز واعي. من أرقى التوصيات التي أراها يعني توصل لجان والمؤسسات لأهدافها هي الاستمرار في مثل عقد هذه الملتقيات، وكذلك توظيف التقنية، وكذلك الجلوس على طاولة الحوار والنقاش للوصول إلى يعني مبادرات نوعية بإمكانها أن تكون خادمة للمجتمع وتكون كذلك نوعية، بحيث تحقق الهدف الرئيسي من خلال هذه الجمعيات واللجان هو تفعيل المجتمع ودور المجتمع في المنظومة الكبيرة اللي هي منظومة يعني الوطن وتحقيق التنمية بالنسبة للوطن. شاركت تقريبا 15 جهة ما بين حكومية وجهة خيرية وجهات داعمة أيضا، كان من أبرزها الجهات الداعمة مؤسسة سالم محفوظ الخيرية ومؤسسة الراجح الخيرية، وشاركت عدة لجان تنمية، لجان التنمية في الشرائع وكانت بارزة ما شاء الله عليهم، لجان التنمية في بطحاء قريش، ومركز التنمية الاجتماعية أيضا شارك، مكتب الدعوة في الجياد، جمعية شفاء، جمعية حقال، وعدة جمعيات أخرى الله يعطيهم العافية، قدموا الكثير لهذا المعرض وأثروا المعرض. فكرة المعرض أن دائما المشاركات في الجمعيات الخيرية في الملتقيات، سواء مثل هذا الملتقى بمساراته في الجلسات التدريبية وورش العمل، هم متلقين، ولكن المعرض هو ما يخرج أعمالهم يظهرها للمجتمع وما يظهرها أيضا لدى الجهات الخيرية الأخرى للاستفادة منها. نحن هنا الحقيقة عنوان الملتقى الشراكة المجتمعية في ضوء رؤية المملكة 2030، وهذا الموضوع مهم جدا في جمع جميع الجهات الخيرية والحكومية وكذلك القطاع الخاص في التعاون والشراكة في هذا الملتقى. حقيقة كل التوصيات مميزة، وخصوصا أن تهيئة الجهات للشراكة وللتعاون مع بقية الجهات الأخرى، لما تأتي الجهة الخيرية وتتعاون مع بقية الجهات الحكومية والخاصة يؤدي إلى فوائد للجهة وللجهات الحكومية كذلك والخاصة. نستأذنكم بمشاركتكم ومشاركة الحضور الكريم مراسم توقيع شراكات على هامش ملتقى الجمعيات الخيرية بمكة المكرمة. أولا، شراكة بين لجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش ومكتب الدعوة وتوعية الجاليات بأجياد. نبارك هذه الشراكة. الشراكة الثانية بين جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي واعي ومكتب الدعوة وتوعية الجاليات بأجياد. جنينا بفضل الله سبحانه وتعالى منذ الصباح وحتى هذه اللحظات الختامية ثماراً عديدة وفوائد جمة وشراكات متعددة، فما أروع أن تثمر الشجرة مع صغر حجمها. ففي خلال هذا اليوم ومن هذه اللقاءات تمت تلك الشراكات المباركة التي رأيتموها، ومن فضل الله سبحانه وتعالى على هذه اللجنة الوليدة التي ما زالت في عامها الخامس أن تتشرف بهذا العمل وبهذا التنظيم. أسأل الله جل في علاه أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لجلال وجهه العظيم، وأن ينفع بها بلادنا وأن ينفع بها مجتمعنا، فنحن جميعا نسعى لتكوين المجتمع والفرد الصالح، ونسأل الله أن يوفقنا لذلك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين. نحن هنا نحن هنا.
نحن هنا عشرات الجهات الخيرية في مكة المكرمة وعدد كبير من قيادات العمل الخيري والتنمية الاجتماعية في مكة المكرمة ساهموا في جلسات وندوات وحوارات هذا الملتقى الذي يأتي ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بعنوان الشراكة المجتمعية. خرجوا بتوصيات عديدة وخرجوا بمحاور متعددة من أجل الرقي بالعمل الاجتماعي في بلد الله الحرام. صلاح عبد الشكور لقناة المجد، مكة المكرمة. نحن هنا